اهلا وسهلا بكم، وانا برحب بجميع الزملاء. احنا لقيناها فرصه ان الانتخابات هتبدا خلال يومين، فقلنا على الاقل يبقى دورنا الايجابي اننا تبقى في دعوه كبيره جدا للصحفيين انهم يعبقوا الناس. ومش عايز اقول كلمه حشد، عايز اقول كلمه اقناع، يقنعوا الناس انهم ينزلوا باعداد كبيره، وان تتحول يوم الانتخابات الى احتفاليه كبرى زي الاعياد الجميله بتاعتنا، عيد شم النسيم وعيد الفطر والعيد عيد الاضحى. نبقى خارجين وفرحانين، خارجين وفرحانين عشان نختار مستقبل مصر في السنين الجايه، نختار الاستقرار ونختار التنميه ونختار البناء، ونختار ان الشعب كله واقف ضد الارهاب، لان الارهاب ده لا دين له ولا وطن، دول صناع الموت، لكن الاعداد الكبيره والناس اللي هتنزل هم اللي بيصنعوا الحياه. تعقيب حضرتك على حادث الاسكندريه اليوم. حادث الاسكندرية الغرض منه تخويف الناس عشان ما ينزلوش الانتخابات. هذه الحوادث بيبقى لها رد فعل سلبي على الارهاب والارهابيين، وبيزداد اصرار الناس وعنادهم على المشاركة في الانتخابات. كل صوت في بطاقة يعتبر رصاصة في رأس ارهابي، ويعتبر لطمة على وجه الجهات المعادية لمصر اللي بتروج لدعاية كاذبة وبتريد تشويه المشهد الانتخابي في مصر. طيب كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الانتخابات الرئاسية مع المخرجة ساندرا نشا. يعني حوار الجانب الآخر للرئيس كان مهم قوي إن الناس تعرفه، يعني الناس تعرف القائد والزعيم وتعرف القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية. كان مهم قوي إن القرارات، هذه القرارات اللي بتصدر من مخزون إنساني كبير.